السلام عليكم. وصلنا إلى الـ Structure of the Page Table، واللي هو كيفية بناء الـ Page Table في الذاكرة الرئيسية، وذكرنا بأن هناك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى لبناء الـ Page Tables في الذاكرة الرئيسية هو ما يسمى بالـ Hierarchical Page Table، واللي هو يعني الترتيب الهرمي للـ Page Table أو جدول الصفحات. يتم تقسيم الـ Page Table أو الـ Address Space أو يعني حيز العنوان الخاص بالـ Page Table إلى Multiple Page Tables، يعني مجموعة من الجداول بعضها في داخل بعض الآخر. أبسط تقنية لهذا الشيء هو عن طريق الـ Two Level Page Table، أنه يصبح لدينا جدول للصفحات ثنائي المستوى، بحيث أنه we can page the page table، يعني الـ page table أيضا يتعرض إلى عملية الـ paging مثل ما راح نشوف. يصير عندنا الـ Outer Page Table، في داخله راح يتم عملية paging للـ Inner Page Table أو الـ page table الداخلي، بحيث أنه في داخل كل واحد من هذه الـ page tables الخارجية راح يكون هناك إشارة إلى الـ page table الداخلي. وطبعا هذا الشيء راح يقلل لنا من الميموري اكسسز، لانه هو هذا الهدف الرئيسي من يعني بناء البيج تيبل بطرق مختلفه وليست بالطريقه التقليديه. فهنا نلاحظ بانه الاوتر بيج تيبل راح يكون عندنا موجود، الانر بيج تيبل والميموري ذاكرة الرئيسيه. طبعا هنا راح تاتينا العناوين المنطقيه، وهنا يصل اليها العناوين الفيزيائيه بعد ان تتم عمليه البيجنج. كمثال على التو ليفل بيجنج اكزامبل، اذا كان لدينا معالج يتكون من 32 بت، وكل واحده من هذه البتات يعني بها او كل واحده من هذه المعالجات فيها 1 كيلو بت بيج سايز، حجم البيج هو 1 كيلو بايت. راح يتم تقسيمه الى البيج نمبر يتكون من 22 بت، والاوفسيت يتكون من 10 بتات، يعني البي راح تكون 22 بت والدي راح تكون 10 بت. بما انه هذا البيج تيبل از بيجد، يعني هو نفس البيج تيبل ايضا يتعرض الى عمليه البيجنج في داخله، راح لانه هي تو ليفل ثنائي المستوى، فبالتالي ايضا هذه ال 22 بت راح يتم تقسيمها مره اخرى، بحيث انه تكون 12 بت للبيج نمبر و10 بت للبيج اوفسيت في داخل البيج تيبل الخارجي. فبالتالي راح يكون عندنا لوجيكال ادرس سبيس او لوجيكال ادرس العنوان المنطقي راح يكون عباره عن P1 P2 ودي. البي 1 راح يكون هو البيج نمبر الخاص بالبيج تيبل الخارجي، البي 2 هو البيج نمبر الخاص بالبيج تيبل الداخلي، والدي هو الديسبيسمنت او الاوفسيت اللي هو بعد البيانات التي نبحث عنها عن بداية البيج، بحيث انه البي 1 راح تكون هي الاندكس الفهرس للاوتر بيج تيبل، البي 2 راح تكون هي الديسبيسمنت في داخل البيج تيبل الخارجي، واللي هي راح تكون ايضا الاندكس للانر بيج تيبل اللي هو راح تكون الفهرس او يعني تسلسل البيانات الموجودة في داخل البيج تيبل الداخلي. هذه الطريقة نسميها Forward Mapping Page Table، يعني اللي هي يعني جدول الصفحات من خلال التحويل التلقائي أو غيرها، يعني ما أعرف يعني إذا لها ترجمة حرفية. هنا نلاحظ بأنه اللوجيكال أدرس اللي جينا من المعالج راح يتقسم إلى P1 P2 ودي. البي 1 راح يشير إلى الإندكس الخاص بالبيج في الأوتر بيج تيبل، من هذه راح نحصل من الـ P2، والبي 2 طبعا أيضا هاي راح تشير إلى البيج تيبل الداخلي واللي أيضا نبحث في داخلها عن البي 2. هذا الشيء راح ينطينا الـ يعني الاف المقابل لها اللي هو العنوان الفريم. بعد ذلك راح نبحث عن الديبس بليسمنت ونجد عنوان البيانات الحقيقيه اللي احنا نبحث عنها، ونجدها يعني من خلال تكوين الاف والدي اللي هي راح تكون الفيزيكال ادرس. اما اذا كان عندنا 64 بت لوجيكال ادرس سبيس، هنا التو ليفل بيج تيبل راح تكون ايضا نوت سفيشنت، يعني راح تكون غير كافيه، لانه اذا كان حجم البيج الواحده 4 كيلو بايت اللي هي 2 اس 12، فمعناته راح يكون عندنا البيج تيبل يتكون من 2 اس 52 انتري، يعني 2 اس 52 حقل. فاذا استخدمنا التو ليفل معناته كل واحده من اتهن يعني الانر بيج تيبل راح يتكون من 2 اس 10 4 بايت انتريز، فبالتالي راح تكون كبيره جدا. يعني اذا كانت عندنا فقط تو ليفل بيج تيبل راح يكون البيج الخارجي راح يكون 42 بت، الانر بيج او البيج تيبل الداخلي راح يكون 10 بتات فقط، اما الاوفسيت راح يكون 12 بت. هنا طبعا ايضا راح تكون يعني عندنا 42 انتري واللي هي 244 بايت. فالحل لهذا الشيء هو اضافه طبقه اخرى من الاوتر يعني، ولكن طبعا بالاضافه اي طبقه اضافيه راح يكون عندنا طبعا في الخارج 2 اس 34، وطبعا كل ما نضيف طبقه اضافيه راح يكون عندنا 4 possible memory access to get the one physical memory location، اي انه نحتاج ان نصل الى الذاكره الرئيسيه اللي هي الرام المره الاولى لايجاد الاوتر بيج تيبل، والمره الثانيه لايجاد السكند اوتر بيج تيبل، ثم الانر بيج تيبل، ثم البيانات الحقيقيه. فراح تكون عندنا الكثير من المشاكل في هذا النوع. يعني اذا كانت عندنا تو ليفل بيج تيبل راح يكون عندنا البيج بي 1 وبي 2 فقط والديسبيسمنت، اما اذا كانت عندنا يعني اضافي يعني طبقه اضافيه راح يكون عندنا سكند اوتر بيج، اوتر بيج، انر بيج والاوفسيت. فهنا راح يكون عندنا 32 بت للبيج تيبل الخارجي، واللي هي راح تكون عباره عن اندكس للبيج تيبل الداخلي، وهذا ايضا راح يكون عباره عن اندكس للبيج تيبل الثالث،
ثم بعد ذلك نصل إلى الأوفست أو البيانات التي نبحث عنها. هذه طبعا راح تكون هي طريقة لإدارة الـ 64 بت أدرس سبيس، ولكنها في نفس الوقت قد تكون يعني غير منطقية أو غير فعالة، إذ لأن هناك يعني أربع مرات وصول إلى الذاكرة من أجل الحصول على يعني بيانات يعني أو عنوان واحد فقط. الطريقة الأخرى لمعالجة هذه المشاكل هي ما يسمى بالهاش بيج تيبلز، اللي هي البيج تيبلز المجزأة. طبعا هذه راح تكون شائعة إذا كان لدينا حيز العناوين أكثر من 32 بت، واللي هو أيضا مثل ما ذكرنا في الأنظمة التشغيل الحديثة كلها هي تقريبا 64 بت، فالهاش بيج تيبل راح يكون مستخدم فيها مثل ما راح نشوف في الأمثلة بعد قليل. هنا راح يكون عندنا الفيرتشوال بيج نمبر، راح يتم تجزئته إلى البيج يعني أو إرساله إلى البيج تيبل. البيج تيبل راح يتكون من سلسلة من العناصر يعني المجزأة أو المقسمة إلى نفس العنوان. كل واحد من هذه الإليمنتس أو العناصر راح يتكون من الفيرتشوال بيج نمبر اللي هو يعني رقم الصفحة الافتراضي، الفاليو أوف ذا مابت بيج بيج فريم الفريم المقابل لهذه الصفحة، والبوينتر تو ذا نيكست إليمنت. يعني دائما احنا عندنا ما نتحدث عن داتا ستراكشرز أو هياكل بيانات تحتوي على هاش، دائما يكون لدينا بوينتر إلى العنصر المقبل، لأنه هي راح يتم ربطها في داخل الذاكرة على شكل سلاسل. فالفيرتشوال بيج نمبر طبعا راح يتم مقارنته أو compared in this chain searching for the match. كل واحد من هذين الفيرتشوال بيج نمبرز راح نبحث من خلاله عن اندكس، إذا كان هناك ماتش موجود فالكورسبوندينج فيزيكال فريم از اكستراكتد. يعني إذا كان هناك بي ووجدنا الاف المقابلة لها موجودة في البيج تيبل، راح نستطيع إيجاد الفيزيكال فريم اللي هو يعني الفريم الفيزيائي اللي هو عنوان البيانات الحقيقية في الذاكرة، فراح يتم استخراجه ويرجع إلى المعالج لغرض المعالجة. طبعا variations of 64 bit addresses is clustered page tables. يعني إذا كانت أكثر من 32 بت بمقدار معين راح نستخدم هذه الطريقة، أما إذا كانت هي 64 بت يعني تماما راح نستخدم ما يسمى بالclustered page table، واللي هو أيضا يشبه الهاشت page table. But each entry refers to several pages، إلا أنه كل حقل منها حقول هذا clustered page table اللي هو يعني جداول الصفحات العنقودية، كل واحد من هذه الحقول في داخلها راح يشير إلى مجموعة من البيجات، يعني ولتكن كمثال 16 بدلا من الإشارة إلى بيج واحدة فقط. وهذا طبعا راح يكون especially useful for sparse address spaces، راح يكون مفيد جدا إلى حيز العناوين المتفرق أو المقطع عندما تكون يعني الوصول إلى الذاكرة غير متسلسل يعني أو scattered يعني مبعثر أو متفرق. هذا هو كمثال على الهاشت بيج تيبل. نلاحظ بأنه اللوجيكال أدرس اللي راح يجينا من المعالج راح نحصل عند البي اللي هي تدخل على هاش فانكشن تودينا إلى الهاش تيبل. الهاش تيبل طبعا مثل ما ذكرنا راح يحتوي على الفيرتشوال بيج نمبر والفريم المقابل لها والبوينتر تو ذا نيكست انتري. فهنا ندور يعني في داخل هذا أو نبحث في داخل هذا الهاش فانكشن أو الهاش تيبل عن الحقل الذي نبحث عنه اللي هو الفريم الذي نريده. إذا وجدناه سنقوم بإرساله، نحصل يعني extracted مثل ما ذكرنا الفريم نمبر، يتم دمجه مع الـ displacement السابقة، فراح نحصل على الـ physical address الذي يذهب إلى الذاكرة لإيجاد البيانات التي نبحث عنها، ثم يرجعها مرة أخرى إلى المعالج باستخدام الـ hashed page table. الـ inverted page table اللي هو الطريقة الثالثة لبناء الـ page table، بدلا من أنه كل عملية سيكون لها page table منفصل and keep track of all possible logical addresses, track all physical pages. يعني هنا راح يكون عندنا page table كأنه كبير واحد لمراقبة كل البيجات الموجودة في الذاكرة. راح يكون هناك حقل واحد لكل real page of memory، يعني يكون حقل واحد لكل page أو صفحة حقيقية موجودة في الذاكرة. كل واحد من هذه الحقول راح يتكون من virtual address لكل page stored in the real memory location with information about the process that owns that page. يعني راح يكون عندنا عنوان البيج الموجودة في الذاكرة إضافة إلى معلومات عن البروسيس التي تمتلك هذه البيج، لأنه مثل ما ذكرنا راح يكون لدينا هو حق يعني جدول واحد فقط لكل العمليات، فنحتاج أنه نعرف كل بيج تتبع إلى كل عملية. Decrease memory needed to store each page table but increase time needed. هنا راح يكون عندنا وصول أقل إلى الذاكرة، إلا أنه راح يصبح لدينا وقت أطول للبحث في داخل الجدول، لأنه الجدول راح يكون كبير جدا خصوصا إذا كانت حجم الذاكرة كبير وعدد البتات المستخدمة في العناوين أكثر من 32 أو 64. يستخدم الهاش تيبل to limit the search time. هنا ذكرنا بأنه الوصول إلى الذاكرة قليل ولكنه زمن البحث طويل جدا، على مود نقلل زمن البحث نستخدم الهاش تيبل إضافة إلى الانفيرتد، يعني كأنه هو دمي يعني خليط ما بين الهاشت والانفيرتد، لكي نقلل زمن البحث to one or at most a few page table entries. أيضا راح نستخدم الـ TLB اللي ذكرناها سابقا to accelerate access لتسريع الوصول.
but how to implement a shared memory. هنا راح تصير عندنا مشكلة إنه إذا كان هناك ذاكرة مشتركة، وإحنا مثل ما ذكرنا الذاكرة المشتركة هي قد تكون read only code مشترك ما بين عدة عمليات، فهنا كيف سيتم تمثيلها؟ واحدة من الطرق on one mapping of a virtual address to a shared physical address، راح يكون عندنا فقط تحويل واحد من العناوين ال virtual اللي هي الافتراضية إلى a shared physical address، يعني كل العمليات ستشير إلى مكان واحد فقط. وراح نذكر بها بأنه الـ Process ID الخاص بهذه الـ Shared Memory هو مثلاً PID 1, 2, 3, 4، يعني نذكر بها كل أرقام أو أسماء العمليات المشتركة في هذا الحقل. مثل ما لاحظ هنا المعالج راح ينطينا Logical Address. Logical Address في هذه الحالة راح يتقسم إلى الـ PID اللي هو الـ Process Identification اللي هو اسم أو رقم يدل على العملية التي تتبع لها هذه البيج التي نبحث عنها، وبعد ذلك الـ Page Number ثم Displacement. الـ PID راح يجي يبحث في داخل الـ Page Table الذي مثل ما ذكرنا راح يكون كبير جدا. الـ PID راح تستخدم كIndex، يعني كفهرس يتم استخدامه في البحث. عندما نجد الـ PID المطلوبة راح نقوم بتحويل الـ P المقابلة لها طبعا أو الـ I طبعا اللي هي بالضبط راح تكون هي جزء من الـ Physical Address الذي يذهب إلى الذاكرة لغرض الوصول إلى البيانات المطلوبة. أحد الأمثلة يعني كنظام تشغيل حديث ينطينا فد انطباع أو فد مثال على المعلومات اللي تحدثنا عنها لحد الآن هو الأوراكل سبارك سولاريس. هذا طبعا هو يعتبر نظام تشغيل حديث يتكون من 64 بيت كمثال على تايتلي انتجريتد هاردوير، يعني متعلق أو مرتبط بشكل يعني دقيق جدا وشديد مع الهاردوير المقابل له، أي أنه يعني الهاردوير والسوفتوير يكون منتج من شركة واحدة. الأهداف من هذا الشيء هو الكفاءة وتقليل الأوفرهيد أو تقليل العبء الناتج من الجنرال بيربس. أيضا مبني على أساس الهاشينج but more complex، يعني أيضا البيج تيبل الموجود في داخله هو نفس الهاش بيج تيبل ولكنه أعقد منه بقليل. راح يكون عندنا 2 هاش تيبلز، واحد يكون للكيرنل لنواة النظام وواحد لعمليات المستخدمين. كل عملية تحويل للذاكرة طبعا تتكون من virtual إلى physical memory، يعني اللي هو شيء طبيعي يعني من البيج إلى الفريم. كل حقل طبعا في البيج تيبل راح يتكون represent a contiguous area of mapped virtual memory، كل حقل راح يمثل فد مساحة متجاورة من البيانات أو الذاكرة الافتراضية. more efficient than having a separated page table entry for each page، هذا راح يكون أكثر كفاءة من أنه نمتلك حقل في جدول التجزئة منفصل لكل واحدة من البيجات. كل entry has a base address and span، يعني أهم يعني base and index أو base and limit. space address يمثل عنوان البداية والspan يمثل عدد البيجات في كل واحدة من هذه الحقول الموجودة في هذا الجدول. أيضا يستخدم TLB Translation Look Aside Buffer، هنا راح يكون موجود في داخله فشي يسمونه Translation Table Entries اللي هي حقول جدول التحويل. For fast hardware lookup يعني للبحث الهاردوير السريع. الكاش ايضا للTTE او Translation Table Entries راح يتم وضعه في داخل ما يسمى بالTranslation Storage Buffer، اي انه هسه TLB راح يحتوي في داخله TTE والTTE ايضا راح يتم وضعها في داخل ما يسمى بالTSB. Includes an entry pair recently accessed page، هذا راح يحتوي على حقل لكل واحدة من البيجات التي تم الوصول لها في الوقت الحديث او قريبا. الـ Virtual Address Reference causes TLB search، كل واحدة من الـ Virtual Addresses التي تجينا من المعالج راح تسبب عملية بحث في داخل الـ TLB. إذا صار عندنا هيت فشيء طبيعي يعني راح يعني يتم تحويله إلى المعالج. أما إذا صارت عندنا عملية المس فالهاردوير راح يذهب إلى الـ In Memory TSB بحثاً على الـ TTE corresponding to the address، هذه في حالة المس. أما في حالة الـ يعني إذا وجده if match found the CPU copies the TSB entry into the TLB and translation completes، يعني إذا أصبحت لدينا حالة مس راح يذهب الهاردوير اللي هو يعني البحث في الذاكرة يذهب إلى الـ TSB بحثاً عن الـ TTE المقابل العنوان المطلوب. إذا وجد هذا الشيء راح يقوم المعالج بنسخ هذا الـ TSB إلى داخل الـ TLB وتكتمل عملية التحويل. أما إذا لم يجده فالكيرنل interrupts to search the hash table، يعني الكيرنل اللي هو نواة النظام راح تحصل فيه عملية interrupt والتي ستؤدي إلى البحث في داخل الـ Page Table اللي هو راح يكون خارج المعالج. The kernel then creates the TTE from the appropriate hash table and store it in the TSB. هنا طبعا الكيرنل اللي هو نواة النظام راح تقوم بإنشاء ما يسمى بالTTE للهاش المناسب وطبعا خزن ذلك في ما يسمى بالTSB
interrupt handler اللي هو الكود المسؤول عن معالجة المقاطعات راح يقوم بإرجاع السيطرة إلى الميموري مانجمنت يونت وحدة معالجة أو وحدة إدارة الذاكرة which completes the address translation واللي هي راح تقوم بدورها بكمان عملية تحويل العنوان. هذا هو أول مثال على أمثلة نظم التشغيل وكيفية إدارتها للذاكرة الرئيسية. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن الأنتل 32 and 46 bit architecture. الأنتل اللي هو معالجات يعني تعتبر هي الأكثر dominant industry chips الأكثر شيوعا واستخداما على مستوى العالم في مختلف أنواع الحواسيب. راح نتعرف على أنواعها إن شاء الله في المحاضرة القادمة وكيفية إدارة الذاكرة في هذا النوع من المعالجات. شكرا جزيلا ومع السلامة.